هو من جنوب السودان وهو يعيش الآن في مخيم اللاجئين في كينيا، العضو الثاني من فريق اللاجئين الأولمبيين، وسيشارك في رياضة 800 متر جري. جيمس نيانغ جينجيك وهو أيضا من جنوب السودان، وهو يعيش أيضا في مخيم للاجئين في كاكوما، ويلعب في سباق الجري ل 400 متر. يونس كيندا بلده الأصلية هي إثيوبيا، وهو مستضاف من قبل اللجنة الأولمبية في لوكسمبورغ، وهو سيشارك في ألعاب القوى في سباق الماراثون. وهلينا نادى الوالد وهي من جنوب السودان، وهي أيضا تعيش في مخيم اللاجئين في كاكونا، وأيضا في ألعاب القوى تشارك في مسافة 1500 متر. روزي ناتيكا لوكونيان من جنوب السودان، تعيش في مخيم اللاجئين في كاكوما منذ أن كان عمرها 7 أعوام، وبدأت تتدرب لتصبح رياضية في مخيم اللجوء. والآن بعد 16 عاما وهي في 23 من عمرها ستكون رياضية أولمبية. باولو أماتون كاكورو من جنوب السودان أيضا يعيش في مخيم اللاجئين في أيضا في ألعاب القوى في مسافة 1500 متر. يولاندا بوكاسا ماميكا بلدها الأصلية هي جمهورية ديمقراطية للكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي مستضافة من قبل اللجنة الأولمبية البرازيلية، وسوف تشارك في رياضة الجودو في وزن أو فئة وزن 70 كيلو. يسرى مديني بلدها الأصلية هي سوريا، ومستضيفها اللجنة الوطنية الأولمبية الألمانية، وهي سوف تشارك في رياضة السباحة. بوبولا ميسينغا بلدها الأصلية هي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستضافة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية البرازيلية، وتشارك في رياضة الجودو في فئة 90 كيلوغراما. والآن لنعطي وجوها لهذه الأسماء لهذا الفريق الأول من نوعه للاجئين الأولمبيين، نعرض عليكم هذا الفيديو. إذن هؤلاء هم الرياضيين في الفريق اللاجئين الأولمبي الأول من نوعه، وأيضا مسؤولين الذين سيكونون في الفريق هم جيف ديميشن
وميسيس تيكلا لاروبا. تيكلا شاركت في 3 الدورات أولمبية وهي لديها أرقام قياسية أولمبية في مسابقات الجري، وكانت أول امرأة من إفريقيا تفوز بماراثون مدينة نيويورك، وفازت بماراثونات عديدة في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2003 تيكلا بدأت مؤسسة تيكلا لاروبي للسلام، وهذه المؤسسة هي أيضا تعنى باللاجئين الرياضيين، ومنذ وقت مضى إذن 5 من أصل 10 أعضاء في الفريق الأولمبي للاجئين يأتون من هم قادمون من برنامجها أو مؤسستها، وهي أيضا سفيرة الأمم المتحدة للرياضة. ولقد ارتأينا بأنها الشخص المثالي لقيادة فريق اللاجئين الأولمبي، وهي سوف يساعدها وسوف يساعدها نائب رئيس الفريق وهي السيدة إيزابيلا مساو. وأيضا قمنا بدعوة أيضا مفوضية حقوق الإنسان لتعيين ممثل لها لهذه المفوضية لتقوم بمنصب نائب مدير رئيس الفريق الأولمبي، لنعرف بأن هذه الجهود يتم العمل عليها بتنسيق حثيث مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأيضا لتسهيل حرية تنقل هؤلاء الرياضيين إلى البرازيل، وليتم تزويدهم بكل ما يتطلبه المشاركة في الألعاب الأولمبية ضمن فريق اللاجئين الأولمبي. وهناك أيضا إداري بالفريق السيد روبرت متسويكا والسيد يونس أسانغو. وبالنسبة لكم الإعلاميين ربما تعرفوا أن هنالك ملحق صحفي السيدة سوفي أديكتن، وهنالك الطبيب للفريق الدكتور باغوتي طبيب الفريق، وهنالك أيضا متخصص للعلاج الطبيعي السيد بونو بايا، وهنالك أيضا وقائمة ذلك عينا مدربين لهؤلاء الرياضيين ليشرفوا عليهم وحتى في أوقات الألعاب. لدينا السيد هيهالدو ديموراج بباندش وهو مدرب الجودو، والسيد جوزيف دمونغولا وهو مدرب من مركز تيكلا لاروبي، ولدينا السيد إيف لغوغدي وهو مدرب يونس كيندا، والسيد سبانس بيرغريف وهو مدرب يسرا مالديني، ولدينا السيدة كارين فربوفن وهي مدربة رامي أنيس في بلجيكا. إذن تستطيعون أن تروا بأن هذا الفريق الأولمبي للاجئين سيحظى بالدعم الكامل، وستوفر له كل المنشآت التي توفر لأي فريق وطني، وبالتالي يتسنى لهم المشاركة بالمستوى الذي ينتظر من كل رياضي العالم الأولمبيين. الفرق هو بأن هؤلاء اللاجئين الأولمبيين الرياضيين لا وطن لديهم، لا فريق لهم، لا علم يمثلهم، لا نشيد وطني لهم. إذن القصد من فريق اللاجئين الأولمبي هو إعطاؤهم وطنا في القرية الأولمبية مع كل رياضي العالم. النشيد الوطني سوف يعزف على شرفهم، والعلم الأولمبي سوف يقودهم داخل الملعب الأولمبي. وبهذه الطريقة
نحن مقتنعون بأن هؤلاء اللاعبين اللاجئين هم رمز للأمل، هم رمز للأمل لكل لاجئي العالم، ويمكن لهذا أن ترسل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن اللاجئين هم شقاؤنا في الإنسانية وهم إثراء للمجتمعات. هؤلاء اللاجئين الرياضيين سوف يظهروا للعالم بأنه بالرغم المأساة الغير متصورة التي مروا بها، فأن أيا كان يمكن له أن يسهم في المجتمع باستخدام مهاراتهما وبروح القوة بقوة الروح الإنسانية. إذن سوف نشعر وليس لن نرى فقط، وإنما سنشعر بهذه الرسالة عندما يتقدم هذا الفريق في الاحتفالية الافتتاحية الأولمبية بعد الفريق البرازيلي. وقد تم اختيار هذا الفريق بتعاون وطيد مع اللجان الوطنية التي ترعاهم ومع الاتحادات الدولية المسؤولة عن معايير أهلية الرياضيين والحصص، ومع اللجان الوطنية أيضا الأصلية لهؤلاء اللاعبين. وقد شرحت لكم أنه أيضا والعمل مع منظمة المفوضية حقوق الإنسان الأممية التي ساعدتنا بشكل كبير، ومن دون المفوضية لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة لإرسال هذا الفريق الأولمبي من اللاجئين. وأيضا مشاركة المفوضية حقوق الإنسان تعني بأن كل هؤلاء الرياضيين لديهم حالة ووضع إنساني رسمي من قبل مفوضية حقوق الإنسان، وهم أيضا أوضاعهم الشخصية معرفة وخلفياتهم واضحة. هؤلاء الرياضيين وآخرون غيرهم بحاجة إلى مراعاة، وبأنهم يحظون على التضامن المطلوب، وهم سوف يستمرون بالتمتع بهذا الدعم في كل على طول مدة الأولمبياد. كما قلنا من الأزياء الرياضية، من المنشآت، من احتياجاتهم اليومية ستوفر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، والدعم لن يتوقف في ريو من أجل دعم هذا الفريق. وفي مرحلة لاحقة سوف ندعمهم بطريقة تمكنهم من تحقيق الهدف هدفهم. والهدف الحقيقي هو بأننا لسنا بحاجة إلى هدف بعد الآن، ولكننا نعطي هؤلاء اللاجئين الفرصة للاندماج بسلاسة أكبر قدر ممكن من السلاسة في اللجان الوطنية الأولمبية في الدول المضيفة لهم وفي الدول الجديدة. ومثال واحد على ما قلته هو وقد يسأل لماذا لم يذكر الاسم على قائمة الفريق اللاجئين الأولمبي، هو الرياضي التايكواندو أخليل أسيماني، والذي تأهل في التايكواندو لألعاب الأولمبية ريو 2016. ولكن في نفس الأثناء وقبل أن يتم الإعلان عن الأعضاء، هي حصلت على المواطنة البلجيكية وجنسية البلجيكية،
وبالتالي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتايكواندو قمنا بإعطاء الضوء الأخضر لمشاركتها في بلدها الجديد في اللجنة الوطنية البلجيكية، ونحن نتمناها كل التوفيق. لربما استطاعت أن تفوز بجائزة أو ميدالية أو حتى ميدالية ذهبية لبلدها واتحادها الجديد بلجيكا، وتظهر ربما كيف أننا نود أن نشجع الاندماج